تستاهل المقص ما حد قصه تعال طبعا جوري فاتح المحل من زمان اللي قصه راكان لا والله تسمحت من اللهفة خيالي وحتى شوفي ما بعد مثلك لما سمرن والله كاتب معكم ركام السيمان حبايب قلب. اليوم رجع لكم فيديو جديد. اليوم يا جماعة الخير ناويين بإذن الله عندنا مناسبتين رايحين إن شاء الله للقصيم أنا وإخواني عشان عندنا أول شيء مناسبة مرة قوية. الوالد الحمد لله فتح له محل متواضع صغير جدا في القصيم، فودنا حنا نروح ويعني نشوف إيش عند الوالد ومن الكلام، فمرة متحمسين. والمناسبة الثانية عندنا برضو زواج راح نحضر إن شاء الله، الله يوفقهم يا رب ويكتب لهم الخيرة. فاليوم إن شاء الله معي أول ذلك. واحد حياك الله أستاذ عبد الله، متحمس ولا لا نواف؟ متحمس ولا لا؟ أوه معكم الشخص الجديد. أيوة قصة جديد. أيوة يحتاج لها مقطع بالحالة. أخيرا. لا طبعا راسه طلع صغير ظلمناه والله ما عليك. يا عيال إحنا رايحين القصيم عندنا مناسبتين قلت لهم اللي هي زواج الحمد لله وشيء ثاني افتتاح محل الوالد. محل الوالد متحمسين ولا لا؟ والله طبعا هذا الفيديو لازم ما تسوي سكيب اي احد وخصوصا حقين القصيم. انا راح يطوفكم اشياء خرافيه، شكلكم مضبط لهم عروض من الان. عروض؟ ايه بدون ما اشاور ابوي. مجاني من عندي. لا هذه مو بعروض. خلاص هذه خساره. يعني قبل ما نبدا يا شباب قولوا لهم تكفون اعطونا لايك. لايك نبي نوصل 50,000 لايك انتم قدها. بمناسبة شعر الجديد سوي اشتراك بعد يلا خلنا يلا يلا ها ها ما حد يسوي اشتراك. يلا طبعا يا جماعه الخير زي الفوضى هذه اللي واضحه قدامكم. يا جماعه الخير راح نوصل القصيم ان شاء الله بكره الساعه 6 طبعا يخلص العرس احنا ما وصلنا جايين من 8 بنمشي والساعه 18 الحين. تدري ايش المحل اللي ما ترك؟ تدري ايش المحل اللي ما ترك؟ كيس النصر بعد. تدري ايش المحل اللي ما ترك؟ خلنا نمسك خط القصيم. تدري ايش المحل اللي ما ترك؟ قصه جديده. يلا قبل. طيب الورد ذا منين؟ علمنا خلاص. هذا الوالد راح القصيم وجايب للوالد يا اخوي. يا جماعه الخير الواحد يشيل اغراضه والان قاعدين نكوي ملابسنا. ها شباب ها سعود كيف الاوضاع؟ والله الاوضاع حقنا مستتبه الحمد لله. مستتبه يوم العرس واليوم الافتتاح. ما شاء الله يا سعود ما شاء الله صغر راسه ها؟ ايه بعد اليسر بس والله رسمي نواف اهنيك ما شاء الله. والله اهنيك ما شاء الله تمام. وين عبود؟ عبود بالسياره لابس ثوب اسود الحالي. والله نفسيه خلينا نروح له يلا ثوبه كذا يجيب لك اه وطبعا دول قاعدين يكونوا الحين ملابسهم. شوف اوضاع الشباب الباقيين. يلا بسم الله. طبعا اخوكم بالله لازم انا كاشخ وجاهز بنروح افتتاح محل ابوي. ايوه وبعدها ان شاء الله بنروح عرس. يا سلام نقفل عليه. يا سلام باقي فعاليات اكتيفيتي اخر شيء راح اصورها لكم ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله نورتونا شرفتونا يا عيال. واقفين عند المغسل لما نكوي ثيابنا وقابلنا شباب الحلوين. اول شيء عرفنا باسمك. إنان. إيه إنان؟ إيه إنان. إنان. الأسامي إنان ما شاء الله. عمر. جاسم ونعم. وين رايح أنت؟ تعال. الله يحفظكم يا رب. أنتوا وش تحبون المقاطع؟ مقالب، تحديات، وش تبون؟ مقالب. على مين تبون؟ يلا. السلام عليكم. لا أنا مش لازم. طيب الحين السؤال اللي يطرح نفسه، أنتم تحطون لايكات ولا لا؟ تعال أوريك أوريك جوالي أقسم بالله لايكات يا بعد الدنيا. الله يكفي يا عناه والله كفو. محمد شكله محمد ما يتابع. والله كفو. ها وحتى أنت يا بعد راسي والله الله يحفظكم شرفنا فيكم. يا هلا والله الشباب حياكم الله نورتونا شرفتونا نور نورك. خلينا نعرف على اسم كريم. اياد فهد علي البخيت. ونعم والله اياد. شو اسمك يا بطل؟ اللي رافع. وشو؟ ونعم ونعم والله شرفنا فيكم الله يحفظكم يا رب. محمد يلا برك يلا قل لهم ايش عندك؟ بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله راح يكون في افتتاح ان شاء الله المحل. كل التوفيق ان شاء الله ابو ركان.
عاش عاش ابو ركان عاش. تستاهل المقص ما حد يقصه له. تعال. طبعا جوري فاتح المحل من زمان. اللي يقصه ركان. لا لا كلام. والله والله كلام. انتم مع بعض قاعدين تعزون. بسم الله. بسم الله. بسم الله المبروك. الله يبارك فيكم. تفضل الله يحييك. حياكم حياك. هاي كيكه مجاني. يلا حياكم اللي بيجي. حلو عروبي. اول شيء يا جماعه الخير الف مبروك للوالد. هو يقول يلا تفضلوا اي كيكه مجاني. الوالد الصراحه يا جماعه الخير والله العظيم ما قصر بالمحل. والله مو عشان ابوي. لا الاسعار اتحداكم تلقون اقل من الاسعار هذه. اقسم بالله تعالي بصور شيء. خلونا نتكلم. اسمع اسمع انتوا اكتبوا بالكومنتات اذا الاسعار معقوله ولا خياليه. شوفوا هذه فتح اللي فوق. نواف دقيقه اشوف تشخيصك. ما عليك ما تشخيص. خلينا نتكلم اسعار يا جماعه. اسعار اقسم بالله اني اخذها 120 130. شوف دقيقه وش هي؟ وش هي؟ هذه الكيكه اللي فوق. الكيكات اللي فوق. طيب الكيكه قبل شيء قاعد اقول لهم سناب ان الكيكات الصغار هذه ماخذها قبل يمكن اسبوعين. اوكي تجي في بوكس مع تكتب عليها من فوق ب 130 مدري 150. يا ساتر يا ساتر. طلعها طلعها. هذا عمك. هذه تعال 130 150 ريال. هنا بكم؟ كم؟ 25 ريال. 25 ريال. يا ساتر يا ساتر 130 تقول ماخذها. اي والله والعمر علينا. طبعا كل الكيك اللي موجود الان الصف الاول والصف الثاني بكم؟ 38 ريال وفي اشكال كثير غير اللي هنا. ويمديك بعد تفصل انت كيكه من نفسك يعني. بالضبط ما اذا عندك مناسبه مثلا تخرج نفس اللي هنا الموجود. تخرج تفرقه هذه كبيره بعد. كاشير كاشير طلع كاشير كاشير كاشير. اذا تبي تجي كم سعر؟ كم سعر هذه؟ كم سعر؟ امي خسرتنا خسرتنا. كم قال؟ اي عمود قول لهم الكيكات اللي ورا. الكيكات اللي هي شوفوا هذه برضه تفصيل تقدر تفصلها. شوف هذه ب 160 ريال صح؟ 160 ريال 160 ريال. واللي فوق 250. والانستغرام فيه اكثر من 500 صوره يقدر يختار ويجي. صح مو بس اللي بالمحل يعني. مو بس اللي موجوده صح. هنا يجهزونها لكم من بكره تجي تستلم. اول ما تنزل التصميم ان شاء الله يوم وتخلص الكيكه تستلم باذن الله. هذه اغلى كيكه في المحل. هذه طول سعود هذه 10 كان ان شاء الله. هذه اكبر ان شاء الله. اكبر اكبر من كذا. اكبر من كذا يا ابوي. انا الكيكه هذه اللي لقيتها. تعال شوف هذه الكيكه تملك ولك كلها ما تطيح. يا رب انت حاسس نور عليك. هلا وعليكم. هذه كلها 250 ريال. هذه كيكة الملك. كم سعرها كانت تتخيل؟ كم سعرها؟ كم؟ 250 ريال. جود اقسم بالله والله ناطر شلون دورين يا جماعة الخير كبيرة ترى. اللي قبل قد شاء اكيد كلكم قد شريتوا كيكات. علمونا الاسعار اذا هذه الاسعار معقولة ولا اقل ولا اعلى. ايوه طبعا عبود عنده مشا. كيكة المولود. شوف شوف الحجم. كم سعر؟ 160 ريال. حتى حاطينه هنا يعني 160 ريال تخيل. ما شاء الله هذا الحجم. شوف 160 ريال وتصميم ودندشه وحركه. هذه اذا دخل عمره 8 سنوات ان شاء الله عزوز نجيب له الكيكه. وهذه ان شاء الله اذا صار ضابط عزوز هذه نجيب له الكيكه. هذا حقت هو زي سعود يعني شاب صغير. طفل. لا لا شاب شاب. لا لا طفل. لا لا ما تجي لا لا بس هذه شاب تو شاري السيارة دخلنا. هذا تعزيز تعزيز كبير يا ساتر ما شاء الله. جلالي بس مو بتملون الا حق كثير. هذه للناس للمتابعين. انا وزع منها معنا السيارة. والله العظيم ترى احس بكلم ابوي يسوي لي كيك من هذا. وانت صور له اشكالك ما شاء الله عبود بلحه. لا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا هلا بالشيخ شلونك؟ انا هذا صديقي عبد العزيز محمد. نورتنا اليوم منورنا المحل. نورتنا عبد العزيز. كيف تقول؟ وش تقول له حق اليوتيوب؟ لايك و لايك واشتراك اهم شيء. اهم شيء اهم شيء انكم مسوي لايكات. والله كفو كفو يا عبد العزيز. طبعا على فكره اللي يسال بس كيك المحل لا طبعا هو اسم على مسمى حلويات. فراح يكون ان شاء الله قريب راح ينزلون بقلاوه راح ينزلون ورق عنب راح ينزلون اشياء جميع الحلويات كل الاشياء. فان شاء الله قريب
لازم تجون تنورونا من الحين، لان زي ما انتم شايفين الاسعار مره نار، واقسم بالله يا اهل بغايده انكم محظوظين، فلازم تجون. حركه ما يدري عن الكاميرا ترى مره جامده. شوف خلينا نحطه هنا. كيف انزل؟ يا ابوي بنروح ب حتى تدري فيها عوازل وفيها كل شيء. والله ما شاء الله. شوف تقدر كذا بيدك ها. حلو. والله ما شاء الله. يلا وين ال شو اسمه؟ ترى صوت سيارات ما يطلع، ترى المايك جامد. لف. اي تقدر كذا، شوف بترجعها عليك. شوف كذا هناك. كذا يرجع عليك. هلا بالشباب طبعا على طقم. كيف؟ بالله مو بكل طقم تروح اليوم معناه؟ وين؟ لفنت؟ ايه ان شاء الله. والله؟ اي والله. لا لا اي والله تروح كذا؟ لا لا بالله قوي. الطيارة كان ما يدري بمفاجأة. حلو انا ببدأ اصور كثير والله. ترى تقدر تخليها بالطول، بس بعدين اعلمك اياها بالطول. حلو بصير. هذه مقاطع قصيرة. ايه بالطول مقاطع قصيرة والله العظيم. كيف شحنها؟ تروح انت لف وجهك يمين يلحق تبع معك. هذه بنزلها باليوتيوب بتي. هلا طبعا بنفر بالممشى حق بيتنا. والمايك الو كيف حالكم؟ عساكم طيبين. طب خليني اصورك اوريهم طقمك. صور طقمي. كيف الطقم؟ والله ما شاء الله. بالله مو كول، مو من عيال امريكا. والله 10 لازم ابتعد صح؟ والله 10 على 10. سلك. السلام عليكم. طبعا الحين قاعدين نحكي ركان، احنا ابغى اشوف الكاميرا بس للاسف ركان ساحب. بالله قل لهم وش رايك في تصويري؟ اقسم بالله تصويرك جبار. طيب تتوقع بالكاميرا هذه راح نتطور اكثر وراح تشوف اشياء مره حلوه؟ يا اخي نتحمس ان ننزل اشياء اقوى من كذا. واحد فرحان بالمايك. بنتحمس ان ننزل اشياء افضل من كذا ان شاء الله، بتشوفون محتوى جبار جدا. شكرا لك المايك. لا مقابله. طبعا كان اخرنا ما عندنا محتوى، واضح سالفه البيع، واضح فرحانين بالمايك. ايه فرحانين بكل شيء. طيب انا ودي نسوي سلسله، صدق سلسله. طبعا هذه حارتنا اللي ما يدري، هذه حي الياسمين، حياكم الله جميعا. هذا افضل ممشى يمكن تشوفه في الدنيا. طبعا المترو هنا يمشي معك، تشوف المترو هو يمشي، فشيء مره جبار. وهذه الساحه اليمين راح تتغير ان شاء الله وبتصير افضل من كذا. طيب المتابعين قل لهم هل تبون وش ودكم يكون محتوانا الجاي؟ نسوي سلسلة. ودكم نسوي سلسلة ولا ودكم نكمل على المقالب ولا ودكم تحديات؟ انتم اختاروا، اكتبوا بالكومنتات لان ناظر كل الكومنتات الموجودة. فانتظروا ان شاء الله. واذا ودكم نسوي سلسلة معضلين انا وحسام، اسجله بنفس النادي حقه ونصور لكم التمارين اللي عندنا. السلام عليكم. كم عمركم يا ناس؟ طبعا حسام قروش امنا، ليته ما شرى كاميرا، لان كل ما رحنا مكان يقول هنا حلو التصوير، هنا حلو التصوير، خل صور حسام يرحم. بعدين يقول ليش هذه مليانه وليش يخلص الشاحن ذاكره ما ادري وش فيها بطاريتين. ابشرك مع بعض اقدر اشبكها بوقت البلشه بطاريتين. طبعا يعني حسام بيصور نتفليكس. انت ما تدري ركان عنده ايفنت حلو. ما ادري باخذها بينجر بيعصب. اقسم بالله بيرفع ضغط ركان. بشوف حسام راجع من الايفنت الساعه 7، الحين الساعه 6. صدق انا ناوي اسوي سلسله. حلو والله. شوف سلسله يعني وش يومياتي مع اهلي، يعني اجيب مقاضي البيت وكذا واغراض البيت وطلبات البيت، او نسوي سلسله يوميات عاطل، يعني وش يسوي روتينه اليومي حياته اليوميه، او نسوي سلسله يوميه جامعي زي كذا. اعطونا اقتراحات سلاسل زي كذا نمشي عليها ونسويها. تمام. طبعا ركان ما يدري عن الكاميرا، بنشوف رد فعله الحين. يا ما شاء الله. ارمى ليش ابى اجيب ذي؟ ارمى زباله. السلام عليكم. اهلين وسهلين. السلام عليكم. طلع وش اللبس يا كلب؟ اوب 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 اوب. لا ها هذه ارمى بالزباله. ليه يا حبيبي؟ اقسم لك انه في غفله. اهلا. لا 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 ليش؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صدق الحين مره زين صوت. شوف الجوده، شوف قاعد يتحرك. الله شوف. والله ما شاء الله ما شاء الله. ايه تزون هذا اللي بيتونسنا ذي. السلام عليكم. والله بنستانس في الكاميرا الجديده. كيف شوف المسافه؟ الحمد لله والله خرافيه. بس انا انزلها بالمازدا ذي، بالمازدا بالزوم. ايوه شفت مازدا. اهلين ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلين والله حلو اقسم بالله. معك مخرج سينمائي.
لا ما دخل الحين ما دخل ولا لو انا ما تكلمت والله ما دريت صحيح والله اني ما دريت. السلام عليكم. طبعا حسام اللي قال لنا هذه الفكره امسكها اشرح لهم السالفه. شرحتها قبل شوي. اوكي الصراحه الفكره ان كنا بنشتري كاميرا بصراحه ب 12000. كنا بنشتري كاميرا ب 12000. كمل. كنا نشتري كاميرا ب 12000 انا وركان. ايش قال لي ركان؟ علمهم انهم مطانيخ ولا اقول له الحقيقه؟ قال لهم الحقيقه. الحقيقه قال لي ركان اذا جانا اعلان بنشتري. والله قال قلت خلاص اوكي سبحان الله الحمد لله ان الاعلان ما جاء الاعلان. وشو؟ الحمد. لا وشو؟ كنا نشتري ب 12000 شنو ما شرينا ب 12000 الحمد لله. وشوي وقاعدين نبحث. انا قاعد اتابع فلوق من الحين عجبتني الكاميرا. وشوي سبحان الله لقينا هذه الكاميرا مره رخيصه. اقول سعر حقيقي ولا ما اقول؟ اقول ب 2700. بس قسم بالله ان ركان والله الله يعطي العافيه جاب لي كاميرا هديه تقريبا قيمتها 22000. والله العظيم من هذه احلى من هذيك. كذاب. ليش؟ لا اعلمك ليش. هذيك تصوير سينمائي. هذه حقت فلوقات حقت عمليه كرف كذا كذا حقت كرف. وفي شيء مره حلو ندخلها اي مكان ما نتقروش حتى مويه. عليكم ورحمه الله. كيف حالكم؟ طبعا اليوم ان شاء الله باذن الله رايحين الايفنت ماخذين معنا ملابسنا. وجاء واحد معنا كنا فاقدين اليوم كان عنده تمرين اللي هو السلام عليكم سعود. اي طبعا رايحين الايفنت الحين رايحين للكافي حقنا طبعا مو بحق ركب فبس والله مره متحمس ودي اشوف ارجي من زمان فاقدينه لنا سنه له سنه مقفل ف وين سنه ايش فيك سنه لا اربع شهور تقريبا لا والله ما شاء الله هذا ارجي في الايفنت شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ها ركان لا ما شاء الله شغل مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله نورتونا شرفتونا هذا الكافي. حياك ابو ده. هذه الكاميرا جديده والمايك جديده بالشرك كافي ار جي. حياكم. ترى اقول لكم شيء مسوين خصومات كسر الدنيا في بس بالايفنت بس. طيب وين مكانك؟ روح لهم. الايفنت في جامعه اليمامه مده 4 ايام. اتوقع انكم ما راح تلحقون عليها. اخر يوم ما راح تلحقون. اي ممكن تلحقون ان شاء الله. صح تلحقون الخميس والجمعه والايفنت الجاي ان شاء الله مشاركين بار جي. بس نحب نقول لكم راجعين بقوه باذن الله. طبعا شوفوا قهوتي اليوم غير ماخذ من ركان بلاش. بس ترى مسحي بس والله بلاش قسم بالله بلاش خذوا الحقوا. ابا اخذ الحين صدق. هي ليش تبعت انت يا كلب؟ دعوة مجانا يا اخوي اقسم بالله اخوي. اي طلال اول داعم. دعوة مجانية اول داعم. امسك خلني بتضارب معه. والله كذا بنحول على نايم. بيني يا سلام. يا عمري ابو الحس. وبس والله اليوم جايين نغطي ار جي. نغطي ار جي كفي. فيك الرياض. سلام عليك. سلام عليك. هلا والله بدح كيف حالك؟ هلا والله. صدق طيب. هنا هذا هو. انا صراحه ترى انا ما اعرف لا اشياء المشاهير. ترى كاميرا جديده والله شلون شارينها. والله حلو صراحه. اي والله. وش تقول كلمه؟ تقول اقول والله يا حسام اول شيء ما شاء الله شاد حيلك بالنادي يا حبيبي والله. ثاني شيء لازم كورس تعطينا كورس بالنادي. الحين قاعد تصور انت. حياك الله اخوي استاذي. تراك شغلتنا مره فرح بالكاميرا صح؟ مره والله. اشوفك انت مبسوط لانها صغيره وتدخل في مكان ما شاء الله عشان كذا عايش. قلت ما جبت معي في الدعوه. اي والله ندمنا. بس اسمع ترى الايفنت ترى اخر يوم هذا. لا تجي الخميس. بكره فعاد بتجي. الو. لا بديك الخميس. الخميس الجمعه معك. لا تجي. تعال بس الكاميرا بدون اهم شيء. اسطوره اساطير. ايش رايك بكافيه ار جي المشارك في الايفنت؟ والله الايفنت حلو وار جي حلو وكل شيء والله حلو حتى المشروبات. ايش افضل مشروب عندك في كافيه ار جي؟ الفي 60. يعطيكم العافيه. كلام معكم عبد الرحمن ابو حسين نايف المشيقح من فقره ار جي 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 اف جي كافيه. لا اصبر تعال خلينا ندور روحكم تو تسجل. احلف والله لازم ما ضغطتوها انتم.
وانت كان معكم لا سجلت تعال عيد من جديد برمي 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 اخ صوت هلا اخي ايش رايك في ايفنت ايش رايك في كافي ار جي كافي ار جي مره خاطر خاطر يحرق 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 القناه الثامنه بتشارك مع انكم سيو السلام عليكم كيف حالكم عساكم طيبين طبعا الحين بنوريهم وريناهم وريناهم كافي ار جي بنعرفكم على عبود كاميرا جديده ومايك جديد اهلين هذا عبود هذا والله عبود الكاميرا اقسم بالله افضل من الجي 7 طالع فيها حلو تراك تعال شوف تعال شلون اقدر اشوف السلام عليكم طبعا السلام عليكم عاد نسوي لقاءات طبعا معنا حسام علمنا كم مره تروح النادي باليوم في اليوم انا بالنادي اصلا انت بالنادي انا مي هو بالنادي الحين ترى فيلا بسم الله ناخذ لقاءات نشوف الناس اللي موجودين تعال حياك نشوف بسم الله السلام عليكم مرحبا كيف معك هنا سلطان الصعب من اكبر داعمين تيك توك وهنا معنا عبد المحسن القصير من اكبر قليل الحياه لازم ايش اللي باقي لك شو يمسك بس بس دقيقه يا جماعه والله اني لاحق عليه يوم انها شوف كيف القدر شفت شوف القدر خلاص خلاص الحمد لله ما وصلني الحمد لله ما وصلني باقي لك شوي اصبر تعال داري داري ما في من مقابل وقف يا حليله يا رجال والله هذول اخوياك انتبه لهم عبود انتبه لهم تعال خلينا نرجع خلينا نرجع خلينا نرجع القهوه جانا جانا الاخبار عافيه حياك الله يا هلا والله السلام عليكم مساك الله بالخير ايش انطباعك مع قهوه ارجيل جديده والله ما شاء الله تبارك الرحمن اللي مسكينه رجال ايه والشغل 100% الحمد لله تعال معي تعال تعلقات انا وياك مباراه بس والله الحين قاعدين نسوي جبار جدا سوي تغطيه تفضل حياك الله تعال لقاءات 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 بالله تكفى السلام عليكم اطلق قهوه بالايفنت وشي اطلق قهوه قل دقيقه نعزز لك اللي وراك قل لي وراي يا حبيبي يا حبيبي كفو يا شيخ والله انا افضل شيء في الايفنت يا اخي والله انا شكرا ترى ما دفعنا له ما عليكم ما عليك خذ قهوه من جهه ما اشرب قهوه والله راحت عليك من اليوم ادور كذا بقول لك يا اخي اقول لك شيء تراكم والله فريق سيء تعال اسمع لكم صوتي تعال ما اسمع اسمع وعد مني نظاره شمسيه على حسابي اذا نزلت انا ما القهار اقول لك شيء ما راح تاخذون دوري ها ما راح تاخذون دوري هذا الكلام والله ما راح تاخذونها لاحظوا النقطه اذا ما اخذنا الدوري اسمع والله ما ياخذ الدوري والله النصر والله ما ياخذ الدوري طيب ما ياخذ الدوري تمام وانت شبابي صح صحيح اذا اخذنا الدوري لنا تحط ذبيحه والله ابشر بي اذا ما اخذها النصر انا احط لكم ذبيحه خروف مشوي اللي هنا موجودين خلاص ها ترى جاهز اقول لكم شيء جاهز يا حبيبي عندك تريسكا مجنون انت يا شيخ انت حاجه من تريسكا في ملعبكم الخايس لا في تنمر في تنمر بنرجع له بنرجع هذا المقطع محفوظ ما عليكم افضل قهوه صحيح وفاز ثلاث سنون ممكن ادوقها حياتي حبيبي بس شوف ناظر سامي كذا ناظر ما سكر يا هلا امسك امسك مالك هذه مالك ايش تقول بالقهوه والله العظيم شكرا حبيبي والله لله شكرا يا اخي من لذ القهوه اللي ذقتها صراحه والله خلاص قاعدك على خروف مشوي اذا اخذها الدوري خلاص لا لا الهلال والله بياخذه والله الهلال ترى قوي والله يا اخي ترى فريقكم لا شوف شوف انا نصراوي بس اقول الهلال لان بعيد يا اخي لا صدق ما يعرف الا تلسكا يا حبيبي تفضل النصر مشكلته اصبر خلينا نتكلم الحين بسالك سؤال تفضل الحين ملعبنا كم جبت بطولة؟ ملعبنا تونا ماخذينه من الهلال غصبا عليهم كاتبين حديقة الرابط حلو طيب ترى ما اعرف بالكورة انا بس انا اقول ناقشني ما يعرف اي بس اصبر المشكلة انا نصراوي خليك معه اي انا نصراوي بس خلنا اسمع خلنا انا اقول اسيا الشباب خلنا نلزخ شوي انا اقول الشباب ما نشوف شيء الشباب ما نشوف شيء اسمع حبيبي يحطون تيكت 200 نجلس مندرجهم ونقول سي غصب عليهم كيف وش الجماهير يرددون ميسي ما ادري ايش يفكرون فيه يا اخي غباء غباء صدق يا اخي ميسي سحب الهلال سحب الشباب اسمعني خل ميسي خل كريستيانو تمام تدري ايش القهر ان وجودكم انتم يا النصر زيك زي وشو زي الشباب بس شلون لا دوري ولا له فايده ولا له فايده في الحياه يا حبيبي بتقول شيء ثلاثه يا ابو ثلاثه خله ينبسط يا حبيبي مالك منه واضح اني ضغطت عليك تنسوا الخروف عليه والله انه بيجيب والله لذيك شباب دايت من بدايه معك انا اقول بنصر ان شاء الله
المايك معي. تبي شيء عزوز؟ انوش بس. احنا نبي نتكلم هلالي. اكيد انوش بس وش انا وش قاعد اقول؟ انا كشبابي قاعد اقول النصر مستحيل ياخذ الدوري. تمام؟ ممكن وهذا قاعد يتحداني الرجال. ممكن اجاوب بداله؟ تفضل. خلاص نقاش بين هلال ونصر، الشباب يطلع برا المنافسة. انا ماسك لك. خلاص ان نقدر لنا. تفضل. انت بتحقق الدوري؟ ان شاء الله. مرة تحقق الدوري. ما حلمك صعب؟ قبل 2019 لما حققته كيف حققته؟ كيف حققته؟ كيف حققته؟ طلع جيس من الفترة الأولى طلعه. أنت حقلك تهاوشني مرة. الله يجعلك. والله العظيم حقلك تهاوشني مرة. دام معك زيمون. يا مرحبا حياك. هلا وسهلا هلا بالشيخ. ناخذ معك لقاء. يلا أي والله بس. لا كذا أنا مذيع رياضي. حياك الله أستاذ متعب. هلا أستاذ ركان. طبعا نعرفكم على أستاذ متعب ما شاء الله صاحب. أرجي رجاء. إيه. أرجي. شو التسويق؟ أنا ذايس في الرياض رجاء. يا حبيبي أقولك شيء. وين رجع؟ هذا إحنا أي مكان. شوف التسويق. طبعا نعرفكم يا شباب ترى حنا الحين في ايفنت الرجال ايفنت سعودي براند اوتلت. احياكم. حنا قلنا لهم بينزل المقطع الخميس. حلو. عندنا خميس وجمعه وسبت. حلو. تعالوا واول شيء تمرون عند رجاء بعدين تمرون عند رجاء. والله العظيم شوفوا انا ما جربت القهوه للحين بس الذ قهوه بالرياض حبيبي. يا اخي اشكرك يا متعب حبيبي. شوف التسويق. يا هلا والله ما شاء الله حبيبي نورتنا وشرفتنا. اول بجر شو اسوي قهوه رجاء حياكم نورونا تشرفونا ان شاء الله. ايش القهوة عندي؟ والله يستاهل محلي لبنت كامل يا حبيبي. يا بعد راسي والله شكرا. في مقابلة تعال متعب. سمع. انت ابو المقابلة. يلا انا اللي اسوي معاه. اي سوي معاه. انا ايش تعال. طبعا اليوم احنا في افضل ايفنت في الرياض. اكيد. سعودي براندز اوتلت. جاء سلطان المرشد. سلطان المرشد انا اعرفك راعي قهوه. صح. بعيدا عن الاغاني انت راعي قهوه. صح والله. وش افضل قهوه فيك في الرياض؟ افضل قهوه بالرياض فيك يا الرياض. فيك يا الرياض. ار جي. طيب السؤال. لحظه السؤال. ايش جربت عندهم؟ وش جربت عندهم قهوه اليوم. كذا بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. والحلويات اللي عندهم خلاص يا اخي قهوه اليوم قال لك بس خلاص قهوه اليوم خلاص انا ويحرجه. لا عاد صدق الذ قهوه في الرياض فعليا حبيبي لا لا حلو جماعه تعالوا كلكم معليش عادي تغنين. يلا تكفى والله اعرف اقدر اخمن. فستبك وبابيلك قبل لا تطقه فتح وابتسم حتى من اللهفه خيالي وحتى شوفي ما بعد مثلك لماح من هذاك اليوم وانت اللي في بالي. الله 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 الله. انت دوري. اطلق وذيب لا خلاص وقفنا. فيا جماعة الخير اليوم راح ننهي ان شاء الله المقطع ان شاء الله نال اعجابكم هذا الفلوق باذن الله. راح ترون ان شاء الله المقاطع الجاية اقوى واقوى ان شاء الله وتوسع هذه الكاميرات باذن الله بتشوفون ان شاء الله اكثر من كاميرا عشان باذن الله بتشوفون الكاميرات الجاية من المقاطع الجاية ان شاء الله. اذا اعجبكم اكتبونا تحت في التعليقات عشان نبدا ان شاء الله المقاطع الجاية باذن الله نكثر اكثر من كاميرا باذن الله. وهذه بنكنسلها خلاص. هذه والسوني. والله السوني بكم قيمتها؟ 20؟ والله 22 ألف. أقسم بالله أنا ما تسوى الحين. وهذه ما تسوى معليش. وفي كم كاميرا ما تسوى هذه وبس. والباقي خس ما لا يا شباب. انتظروا المقاطع الجديدة 4K.